Et les sonnets mais sur شهادتنا دقت مسواك اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول لك بكل شكر يا ابانا الذي في السماوات لتقدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء خبزنا كفافنا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. Schlieli flogisun. Ebi abrodev kistos ite. Erini pasir. Marin shabamotin totfen bref, rabes nanef, oa naite, fnoci fiotin ben shois. Open noti open sotirisu. Os be Christos, Jafaris kepadinigon. Αφέρ βοησενέρον, αφαρίερον, αφσοπτενέρον, αφτιάς οέρον αυτή, το τίν αφέν την σαρίατο, αι ούνο θα εν θόφον. Μαρίν τσι χώρο φοπός εν τεφαρίερον, χεν βάιε οέθο αβάιν εμνιέ ο τσίρον τέμπεν όνχ, χεν ερίνε βίνεν τσι πίπαν το κρατού, ο ρυψόης επενούτη. Πρόσευε εξάστη. Ευνή ρυψόης ευνούτη πίπαν το κράτουρ. Ευιώτην πενσόης όπεν ότι όπεν σωτηρίσου. Ως μπε Χριστός να σκού. Ρακ αλλά κουλα χάλ. ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وعنتنا حافظتنا قبلتنا إليك أشفقت علينا عضدتنا أتيت بنا إلى هذه الساعة أطلبوا لك يرحمنا الله ويترافع علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين ويغفر لنا خطايانا يا رب من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام وليالي حياتنا بكل سلام مع مخافتك كل حسد وكل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفين والظاهرين إن زعنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة وعن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنافعات فارزقنا رب إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وعلى كل قوات العادي ولا تدخل Hey.
أيضا خلاص الأضاف ذا الكلام ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح. نسأل الله من صلاحك يا محب البشر اسكر يا رب مرضى شعبك. أطلبوا أنا بين وختنا المرضى بكل مرض إن كان في هذا المسكن أو بكل موضع لكي المسيح إلى هنا ينعم علينا وعليهم بالعافية والشفاء ويغفر لنا خطايانا يا رب ارحم. تعتم بالمراحم الرفعت اشفيه من زعلهم عنا كل مرض وكل سقم وكل روح الامراض اطرطوا الذين ابطوا مطرحين في الامراض نقموا عزيهم والمعذبين من الروح نجاقهم جميعا وارحمهم انت الذي تحل المربوطين وتقيم الساقطين رجاء من ليس له رجاء وعين من ليس له معين هذا سير الكل من الذين في العاصف كل الأنفس المتضاكة يا رب أعطيها راحاتها نعماتها بردها أعطيها معوناتها خلاصا أعطيها غفرا خطاياها وسامها ونحن أيضا يا رب أمراض نفوسنا اشفيها التي أجسادنا فيها أيها الطبيب الحقيقي لأنفسنا أجسادنا يا مدبر كل جزء تعهدنا بخلاصك أيضا فنسأل أضافة الكلاب ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح. نسأل نظلم من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب أباخنا المسافرين اطلبوا عن أبانا وختنا المسافرين والذين يضمرون السفر بكل موضع لكي يسهل طرقهم أجمعين إن كان في البحر والأنهار والبحيرات والطرق المسلوكة والجو أو المسافرين بكل نوع لكي المسيح إلى هنا يردهم إلى مساكنهم سالمين ويغفر لنا خطايانا يا رب ارحم. والذين يضمرون السفر في كل مكان سيتركهم أجمعين إن كان في البحر والأنهار والبحيرات أو الطرق المسلوكة أو الجو السالكين بكل نوع كل أحد ردهم إلى من أنا دي من أين خلاص تفضل اصحابهم في الإقلاع اصحابهم في المسير ردهم إلى زويين بالفرح فرحين بالعافية معافين اشترك في العمل يا رب مع عبيدك في كل عمل صالح
نحن يا رب أمر يا رب غربتنا في هذا العمر احفظها بغير مضرة ولا عاصف ولا قلق ولا انقضاء. فلنسبح مع الملكين المجد لله في العالم والارض السلام ناس مصر نسبحك مباركك نقدمك لك نعترف لك نعمتك نشكرك من اجل اعظم منك الرب مالك على سموات الله الاب ضابط الكل الرب الابن الواحد الوحيد يسوع المسيح ايها الرب الاله حامل الله ابن الاب رافع خطيئه العالم ارحمنا يا حامل خطيئه العالم بطل بطنا ليك ايها الجالس عن يمين ابي ارحمنا أنت وحدك القدوس أنت وحدك العالي يا رب يسوع المسيح وروح القدس مجد الله الآب أمين وبارك كل يوم وسبح اسمك القدوس الأبد أبد الأبد أمن أمين منذ الليل روحي تبكي بك يا إله لأنه أمرك على النور على الأرض كنت قد تفترك لأنك سرتني معينا بكر العبد تسمع صوتي بالغداء قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من عذراء ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت قام من الموت وصعد الى السماوات ارحمنا المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان ابد امين ايها السلوس القدوس ارحمنا ايها السلوس القدوس ارحمنا ايها السلوس القدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا اسامنا يا رب اغفر لنا ذنوبنا يا رب افتح قدما شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس اباءنا واخواتنا الذين ركضوا يا رب معك انفسهم يا من هو بلا خطيه يا رب ارحمنا الذي بلا خطيه يا رب اعنا واكبت طلباتنا اليك لان لك المجد والعزه والقدس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين قدس اسمك ياتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفافنا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين خم بخريستوس إيسوس بين شويس أمين الليلويا شيريني تنتور وتسقوا بسمينو وتبار سيسو سين بين تيما صنوك صامين بخريستوس وحملتيه في بطنك أي يسوع
مولود من الأب ولدنا منك وحرر جنسنا. بل نقول هذا من قلب أولا وبعد ذلك بلساننا أيضا صارخين قائلين يا ربنا يسوع المسيح اجعل لك فينا هيكلا لروحك القدوس يعطيك تمجيدا شيريني أوتي بارسينوس تورو أمينا ليسيلين شيريب شوشون تي بانجينوس أرحبونا نمانوئيل تنتي هو عريبا مريوتي أبرستاتي سيتن وطنار بن شويسيسوس بحرس هدف كان النوبين عنيبون ميخائيل رئيس السمائيين هو الأول في الطقوس الملكية يخدمه أمام الرب إن الله يرسل لنا ما رحمه ورفته بسؤال ميخائيل رئيس الملائكة العظيم وتتكمل الأثمار بطلبات ميخائيل أن نقارب إلى الله يسأل عنا كل عطية صالحة وكل موهبة تم إنما تهبط لنا من فوق من عند أب الأنوار فلنسبح ونمجد ونسجد لثالوث القدوس المساوي الدائم إلى الآن وإلى الأبد ميخائيل بأروف النعني في عود فكان النوبي نعني سبعة رؤساء ملائكة وقف يسبحون أمام الضابط كل يخدمون السر الخفي ميخائيل هو الأول غبريل هو الثاني رافائيل هو الثالوث سوريا صادقيا صراطيا وانانيا هؤلاء المنيرين العظماء الاطهار يطلبون منه عن الخليقة الشيروبيم والسرافيم الكراسي والارباب والقوة والاربع حيوانات غير متجسدين الحامل مركبة الله الاربع والعشرين قسيسا في كنيسة الابكار يسبحون بلا فتور صارخين قائلين قدوس الله المرضى اشفيهم قدوس القوي الرقد يا رب نيحهم قدوس الذي لا يموت بارك ميراثك ولتكن رحمتك وسلامك حسنا لشعبك قدوس 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 رب السماوات السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك إذا ما قالوا هللويا يتبعوا مسمائيين قائلين قدوس أمين هللويا المجد هو لإلهنا أبرز بابي الرب يسوع المسيح اختار رسوله وهم بطرس واندراوس ويوحنا ويعقوب وفي لبس ومتى وبرثولوماوس وتوما ويعقوب ابن حلفا وسمعان القناوي وتداوس ومتياس وبولس ومرقس ولوكا وبقية التلاميذ الذين تبعوا مخلصنا متياس الذي صار عوضا عن يهوذا
بقيتك الذين تابعوا السيد خرج أصواتهم إلى وجه الأرض كلها وبلغ كلامه إلى أقطار المسكونة طبهم شوي سريه قولنا شوي سريوتنا بوستولوس نبي اشبت ما بالماضي انت فكان النوبي نانبون يا مرقوس الرسول والانجيلي الشاهد للآلام الإله الوحيد أتيت ونرت لنا علمتنا الأب والإب والروح القدوس وأخرجتنا من الظلمة إلى النور الحقيقي وأطعمتنا خبز الحياة الذي نزل من السماء فباركت بك كل قبائل الأرض وأقوالك بلغت إلى أقطار المسكونة السلام لك أيها الشاهد السلام للإنجيلي السلام للرسول مرقس ناظر الإله نورهم امشي سريع قول في أوريم وسن إفانجيليسيس مرقس بي أبوستولوس انت كان النبي نانبون الشهيد المكرم الذي ربنا يسوع المسيح القديس استفانوس الذي تأويل الإكليل الذي كشف له الله أسرارا عظيمة واستنار وجهه مثل وجه منا الذي رأى السماوات مفتوح ربنا يسوع عن يمين أبيه والذين يرجو منك كان يطلب عن خلاصه صارخا قائلا يا ربي يسوع المسيح اقبل رحلك ولا تحسب هذه الخطيئة لولا الناس لأنهم لا يدرون ماذا يصنعون من أجل عمى قلوبهم يا ربي لا تبكتهم أكمل سعيه ومات على الحق ولبس إكليل الشهادة غير السلام لك أيها المجاهد الذي لربنا يسوع المسيح القديس استفانوس الذي تأويل الإكليل كونتز مارون ستيفانوس بيشور بمار روس انت فكان النوبين عنيبون سبع سنين اكملها القديس جيورجيوس سبعون ملك المنافقين يقومون عليه كل يوم ولم يقدروا ان يميلوا افكار والايمان المستقيم ولا عظم محبته في الملك المسيح وكان يرتل مع داود قائلا احاط بجميع الامم لكن باسم يسوع الهي انتقمت منهم عظيمة يا كرامتك يا سيد الملك جورجيوس المسيح يفرح معك في اورشليم السمية السلام لك أيها الشهيد السلام لشجاع المجاهد السلام للابس الجهاد سيد الملك جورجيوس إذا ربح الإنسان العالم كله وخسر نفسه فما هي الحياة الباطلة القديس أبا من سمع صوت الإله
وترك عنه العالم كله ومجده الفاسد وبذل نفسه للموت وجسده للنار وقبل العذاب عظيما لأجل ابن الله الحي هذا رفع مخلصنا إلى ملكوته وأعطاه الخيرات التي لم ترها السلام لك أيها الشهيد السلام لشجاع المجاهد السلام للابس الجهاد القديس أظامينا نبهمم شيسرية جنبيان نبوروس مارتيروس بهاجيوس أظامينا انتكال النبينا يا يوسف رئيس كهنات المدينة العظمى الإسكندرية الفاتول النقي ملتحم بتواضع الحقيقي في أيام رئاستك أدركتنا هذه النعمة العظيمة نحن غير مستحقين أي ما جي أبوينا لابس الصليب إلينا أنباب شوي وأنباب لا الكوكبين النيرين هذين اللذين صار لنا مينا للخلاص وأضاء أنفسنا بواسطة جسدهم الطاهرين السلام لأبينا أنباب شوي الرب للبار الكامل السلام لأبينا أنباب لا حبيب المسيح كن أنت ناظر علينا في المواضع العليا التي أنت كائن فيها سيدنا كلنا وردة الإله العذراء كل حين اسأل الذي ولدتي مخلصنا الصالح أن يرفع عن هذه الأتعاب ويقرر لنا سلامه شيريني أوتي فرسين أستيقر أمي شرب شوشن تبنجل صار اكبونا الامانوئيل تنتهي غريبا مبيوت امرس فاتي ستنور نار بن شويس صدف فرس انت بكان النوبي نعظمك يا من النور الحقيقي ونمجدك يا العذراء القديسة ولت الله لأنك ولت لنا مخلص العالم مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا ولكنا المسيح فخر الرسل إكليل شهادات أهل الصديقين سادات الكنائس غفران الخطايا مبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد نسجد له ونمجدهم يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقه نؤمن باله واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور الى حق من الى حق مولود غير مخلوق يساوي الاب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجلنا نحن البشر من اجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس من مريم العذراء تأنس صلب عن العراق الله السبندي تألم كبرى قام بين الموات للمساس كما الكتب صعد للسموات وجلس عن يمين ابيه وايضا ياتي في المجدين ليجيل الاحياء والاموات الذي ليس ممكن انقضاء نعم بالروح القدس الرب المحب بس الملاب يسجد ومجده مع الاب والاب الناطق الانبياء الكنيسه واحده مقدسه الجامعه الرسوليه ونعترف معموديه واحده لمغفره الخطايا Yeah.
شنيت خارون Gonte volaron gem benchini khan bek o gayo wakan no binane vo يسوعان مسيح وإلهون الذي خاطب تلاميذ القديسين رسل أطهار المكرمين قائلا أنبياء وأبرار كثيرين اشتهون يروا ما أنتم ترون ولم يرون يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا ما أنتم فطوب على عيونكم لأنها تبصر على أذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلبات قديسين صلوا من أجل الإنجيل المقدس يا رب ارحم اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أوصونا طلبونا أن نذكرهم في صلواتنا وتضرعاتنا التي نرفعها إليك يا رب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا قفوا بمخافة أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة معلمنا ماري لوقا البشير بركاته بنوتي بنستيري سوز بغرستوز بشيري مبنوتي اتون بيو نافش عيني بيوفا بنوتي بي زوكسا سيكيريا من مزامير أبينا داود النبي والملك بركاته على جميعنا آمين الذي صنع ملائكته أرواحاً وخدامه ناراً تلتهب الذي جعل مسالكه على السحاب الماشي على أجنحة الرياح هل
الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. فخاطبهم بهذا المثل قائلاً: أي رجل منكم له 100 خروف إذا أضاع واحدا منها أفلا يترك 99 في البرية ويذهب ويطلب الضال حتى يجده؟ وإذا وجده يحمله على منكبيه فرحان. وإذا جاء إلى المنزل يدعو أصدقاء وجيرانه قائلا لهم: افرحوا معي جميعا لأني قد وجدت خروف الضال. أقول لكم أنه يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 بارا الذين لا يحتاجون إلى توبة. أو أية امرأة لها 10 دراهم إذا أضاعت واحدا منها ألا توغد سراجا وتكنس البيت وتفتش باهتمام حتى تجده؟ وإذا وجدته تدعو صديقاتها وجاراتها قائلتان: افرحنا معي لأني وجدت درهم الذي ضاع. هكذا أقول لكم أنه يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطئ واحد يتوب. بن سوتير بماي رومين أغاصد جئن صب أبشن يتخارون أب إي أوو أب سوتي أمون بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. كل سنة وانتم طيبين. عيد الملاك بكرة وتذكار الملاك بكرة وانتم في النهضة المباركة بتاعت النهاردة. أبونا لما بعت لي التوك كانت موجودة من أرمية إصحاح 14 آية 7، فكان بيقول الآية اللي بعتها لي بعت لي النص التاني من الآية، فكانت حاجة تخض. بتقول إيه؟ بتقول لأن معاصينا كثرت إليك أخطأنا. قلت الله، طب وإحنا هنروح نقول للناس كلام صعب؟ طيب وفي الكلام الصعب ده هنقول لهم الخطاة والخطية اللي انتوا فيها هي اللي جايباكم لورا والحاجات دي كلها؟ سوري. بس لقيت حاجة جميلة جدا، إن النص الأولاني من الآية مفرح جدا، انه بالرغم من المعاصي الصعبه والخطايا الصعبه والبعد عن ربنا والضيقات اللي احنا بنحط نفسنا فيها، الا ان ربنا امين، ربنا امين وعادل. بصوا الايه بقى من اولها بتقول ايه. ارميه 14 ايه 7 بيقول: وان تكن اثامنا تشهد علينا، يعني خطاه لدرجة ان مفيش، يعني مديونين والدينونة بتاعتنا بين خطايانا سبقانا، الصيد بتاعنا سبقنا بسبب كتر الخطية دي. وان تكن اثامنا تشهد علينا يا رب فاعمل لاجل اسمك. يعني بالرغم من كل اللي احنا فيه يا رب ده، وبالرغم من كل الخطايا بتاعتنا دي، احنا بنرجوك وعندنا رجاء إنه لأجل اسمك أنت بتعمل فينا. واسم ربنا ده اسمه إيه؟ عجيب، اسمه مشير.
رئيس السلام، مش ده الكلام اللي قاله أشعية؟ اسم الرب. أنا قعدت الأسبوع اللي فات على فكرة، كان في الويك إند، كانت الآية جميلة جدا، الآيات اللي كان أو الأناجيل اللي إحنا كنا بنقراها في الويك إند اللي فات، اللي فات ده على طول، كان في منتهى الجمال، كانت بتدور معظمها على اسم ربنا. حد فيكم يفتكر الإنجيل بتاع الحد كان بيتكلم على إيه؟ سوري، علمنا أن نصلي. أبونا أقصك بالغششهم، أبونا غششهم، علمنا يا رب كيف نصلي، صح؟ طب حد فيكم حضر قداس السبت أو قرأ قداس السبت، الإنجيل بتاع قداس السبت، حد يفتكر كان بيتكلم على إيه؟ سوري، ده بتاع الحد، أبنا الذي، بتاع السبت بقى كان بيتكلم على إيه؟ أبنا الذي ده، أو علمنا يا رب كيف نصلي، ده لوقا 11. السبت كان لوقا 10. حد يفتكر إيه اللي حصل في لوقا 10؟ طيب، المسيح بعت التلاميذ بتوعه، وبعد كده رجعوا فرحانين، قالوا له إيه؟ برافو عليكم، الشياطين. قالوا له يا رب ده الشياطين تخضع لنا باسمك، الشياطين تخضع لنا باسمك. تفتكروا قال لهم ايه؟ ما تفرحوش ان الشياطين تخضع لكم، بل افرحوا بالحري ان اسماءكم قد كتبت في الملكوت او في ملكوت السماوات. برافو عليكم، ده انتوا حافظين، عارفين الحكايه دي. يبقى شفتوا ربنا حنين قد ايه، شفتوا اسم ربنا قوي قد ايه. ده إن كانت معاصينا، لأن معاصينا كسرت، إليك أخطأنا يا رب، بس إحنا بالرغم من كل ده إحنا لينا اتكال ورجاء واحد. الرجاء بتاعنا هو على إيه؟ على اسمك القدوس، اسمك القدوس الذي دعي علينا. تفتكروا في الإنجيل اسم ربنا، بس كنت بسألهم السؤال ده الأسبوع اللي فات، اسم ربنا في العهد القديم كان بيقول لهم انا اسمه ايه؟ يهوى، او قال لهم، قال لموسى كده لما راح ساله قال له ايه؟ ايوه، قال له انا هو. طب وفهموا حاجه يعني انا هو؟ طب متشكرين جدا، فاكرين الحكايه دي، لو حد كلمكم قبل كده على كلمه انا هو دي، اي ام، لما واحد يجي يقول لك، تقول له هاي اي ام ارسانيوس، يقول لك هاي اي ام، طب اهلا وسهلا، اي ام ايه؟ فاكرين الحكايه دي؟ انا هو، لما واحد يجي يقول لك انا هو، طب انت مين؟ انت هو ابونا، انت هو دكتور، انت هو مين؟ وسبها سبها 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 مفتوحه، صح؟ مين اللي استعمل نفس الاسم ده في العهد الجديد؟ بالظبط، المسيح. وراح قال لهم ايه؟ قال لهم انا هو، وسبها، ولا راح حط لهم حاجات؟ حط لهم حاجات، قال لهم في ثلاثة ورا بعض بنقولهم، أنا هو برافو الطريق والحق والحياة، وراح كلمها لهم وفهمها لهم. يعني لو أنتوا كنتوا تايهين زمان بسبب أسامكم ومش عارفين تتوبوا منها، طب تعالوا في الطريق اللي هو أنا، امشوا في الطريق ده، عمركم ما هتوه، هتلاقوا مغفرة. لو كنتوا واقفين، لو فاكرين في الإنجيل بتاع الأسبوع الحد على طول، كان المسيح بيقول حاجة جميلة جدا، لأن كل من يسأل يجد، وكل من يقرع يفتح له، اسأله تعطوا، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. خلاص، فلما بيقول لهم أنا هو الباب، لو أنا قاعد بخبط على الباب ومش عارف، مش عارف يا رب ازاي الباب ده هو الباب الصح ولا لا، الباب هو المسيح، انا هو باب الخراف، واللي بيدخل من الباب ده يجد مرعا. مرعا يعني ايه؟ هيدخل بقى ويريح بقى وكده؟ لا، ده هيلاقي خلاص لنفسه، هيلاقي مغفره لخطاياه، هيلاقي راحه لنفسه، راح نفس المتعبه يا رب، نفس التي عطشت إليك، مثل الأيل كما يعطش الأيل إلى جداول الملية، عطشت إليك نفسي يا رب. فأنا بلاقيك في طريق المسيح، بلاقيك في باب الخراف،
بلاقيك في الحق. لو النهاردة أنت تعبان ومش عارف الحق إيه، دور على المسيح، اشهد للحق دايما، اشهد للمسيح دايما، لأن الشيطان هو الكذاب وأبو الكذاب. فكان دايما يبقى الإنسان المسيحي بيتعرف لأنه شايل اسم ربنا، فدائما يشهد للحق الذي هو الله. وبعد كده أنا هو الحياة، يأسنا هذه الحياة. كم واحد فيكم كده في وقت من الأوقات عياله تعبين ومراته تعبان، جوزها تعبها، إخواته تعبين وإخواتها تعبينها، يقول إيه الحياة المقرفة دي؟ إحنا يأسنا هذه الحياة. يبقى الإنسان اللي بيقول كلمة يأست هذه الحياة ويا رب خدني وريحني أنا مش عايزة الحياة دي، فاهم الحياة هي إيه؟ عرف الحياة هو مين؟ يحيى حياة خاطئة، مش خاطئة مش شرط إن معناها في الخطية، إنما بيحيى الحياة بطريقة غلط، مش شايف الحياة اللي هي المسيح. أنا هو الطريق والحق والحياة. المسيح راح قال برضو كلمة أنا الحياة مع حد تاني، فاكرين إمتى؟ لما قوم واحد من الموت، ها؟ السامرية، مريم ومارسة، لما راح قوم أخوهم، لا إيه؟ قوم لعازر، قال لهم إيه؟ أنا هو والحياة، القيامة والحياة، أنا هو القيامة والحياة. القيامة يعني القيام من سقطتي، القيام من الموت بتاعي. علشان كده احنا لو تفتكروا الفترة اللي فاتت، فترة الخمسين، كانت الكنيسة فرحانة جدا جدا جدا، وكلنا بنهل ونقول يا كل صفوف السمائين، ونمشي والكنيسة تدخلوها كده مفرحة جدا، سما بيضة. المسيح قايم بقيامته أنهى الموت بتاعنا، داس على الموت وكسر الشوكة بتاعته، ابتلع سم الحية. النهاردة الدنيا كلها قاعدة بتدور على إيه؟ العالم كله قاعد بيدور على إيه؟ على فاكسين كوفيد 19، صح؟ Guess what؟ المسيح مدينا فاكسين معطيا للحياة، ترياق الحياة، مصل للحياة، وإحنا اللي بنجري منه، وإحنا اللي مناخدهوش. هو إحنا خايفين النهاردة يعني بعد ما يلاقوا، بعد ما يلاقوا الدواء والفاكسين هيدونا حياة؟ هيطلع لنا مرض تاني، هتطلع لنا حاجة تانية، أو هيجي وقتنا وأجلنا وحنغادر هذه الحياة، هنغادر هذا العالم. يبقى إحنا خايفين من مرض؟ مش خايفين من مرض. طب إيه اللي قدامنا إن إحنا نعمله؟ اللي قدامنا إن إحنا نحيا الحياة الحقيقية في المسيح الحقيقي، اللي مهما كانت أسمنا ومعاصينا كتيرة، لأجل اسمه القدوس ولأجل أمانته هو قادر يخلصنا. بس المشكلة إن إحنا ما بنعرفش نطلب صح، ما بنعرفش نجري لربنا ونمد له أيدينا أو نشوف إيده الممدودة لينا ونتشعبط فيها. إحنا عاملين بالضبط أحياناً، حد فيكم أكيد اللي عنده أولاد صغيرين شاف الأولاد الصغيرين وهم كده سنتين ثلاثة أربعة، بذات العيال بتوع التانترم تو دول، التريبل توز دول، وهم صغيرين كده سنتين، يجوا مرمين نفسهم في الأرض ويتمرغوا في الأرض ويخبطوا ويعيطوا وبتاع عشان عايزين حاجة. طبعاً كلنا كأباء وأمهات بنغلط غلطة، أول ما العيل يعيط ويعمل حكاية دي بس اسكت، خلاص خد اسكت، هيفضل الولد يعمل كده كده كده. احيانا احنا بنعمل مع ربنا كده ونفتكر ان دي الحاجة الصح ان احنا نعملها مع ربنا. طب انا مش جاي لك كنيسة، طب انا مش هقرأ انجيل. هو انت بتقرأ له الانجيل ولا بتقرأ لنفسك؟ انت بتجي له الكنيسة ولا بتيجي لنفسك؟ عارفين ازاي النهاردة ايه المشكلة في الكوفيد 19 اللي بتحصل اكتر حاجة هم خايفين كانوا عليها، وعشان كده قعدونا في البيوت سبع اسابيع بينه ولا ثمان اسابيع، كانوا خايفين من ايه؟ إن لو حصل عدد حالات زيادة قوي وجالهم التهابات في الرئة والكلام ده كله، مش هيلاقوا enough إيه؟ machines بتاع ventilators، مش هيلاقوا machines للventilators، خلاص مش عارفين يتنفسوا.
طب انت النهارده بتيجي لربنا وبتبحث عنه كما تبحث عن هذا النفس. عارفين في قصة جميلة جدا تتكلم وتورينا قد ايه ربنا الحنين ده، اللي يدور على ربنا ويبحث عنه يجد عنده مغفرة للخطايا بتاعته مهما كانت خطايا. الناس فاكرة اصل في اوقات في ناس تفتكر ان في خطايا لا تغتفر، تبقى الناس عارفة ربنا، تبقى عارفة حب ربنا. هل في خطية تقف قدام محبة ربنا مهما كسرت هذه الخطايا؟ تفتكروا ممكن يبقى في كده؟ تفتكروا ان ربنا هيجي في مرة يقول اوه لا دي الخطية دي كبيرة قوي انا مش هقدر اغفرها؟ لا 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 صعب. ممكن لما تجيلك مسألة في الحساب ولا مشكلة في الشغل ولا بتاع تقول دي مشكلة اكبر مني لازم اعديها على الرئيس بتاعي او اعديها على حد اكبر مني. في حد اكبر من ربنا؟ في حد يقدر يغفر اكتر من ربنا؟ في خطية تقف قدام محبة ربنا؟ شفتوا بقى ربنا ده حنين ازاي. عشان كده يعني ارميا لما كان بيقول الكلمة دي لان معاصينا كسرت اليك اخطانا، هو كان بيطلب منه قبلها ده لأجل اسمك القدوس، اعمل لأجل اسمك القدوس. يعني كان واثق ان في اسم ربنا البرج الحصين اللي يلجأ اليه الصديق ويتمنى ويدخل جوه ويجد راحة لنفسه ويجد مغفرة الخطايا. مفيش حاجة هتقف قدام محبة ربنا. طب ايه يا رب اللي اعمله؟ ايه اللي اعمله؟ لازم يبقى عندك ثقة ان الله بيعطيك حياة، وفي الحياة دي انت لازم تحياها صح ولازم تحسبها صح. حياتنا هنا على الارض قد ايه؟ وبالقياس بالمجد العتيد اللي بعد كده. الناس كلها عايزة ترتاح، يعني مفيش مانع ان الواحد يرتاح على فكرة، انما احيانا بتبقى في حاجة صغيرة كده تنغص على الواحد عشته وتقلق الواحد وتخلي الواحد يضطرب شوية. طب نعمل ايه؟ نيأس من هذه الحياة ونغادر هذه الحياة، ولا ناخد الرسالة دي وناخدها واحنا فرحين ونوصلها مظبوط؟ في مرة كان حد بيقول انه في احيان كتير ربنا ما بيسمع لناش. هل الحكاية دي صح؟ ربنا ما بيسمع لناش؟ الملحدين كلهم يقعدوا يقولوا الحكاية دي، يقول لك اصلا انت بتكلم هوا، انت بتكلم صورة على حيطة، انت بتكلم شوية الوان على ورق. مش عارفين ان الله داخلنا ومش واثقين في محبة ربنا، مش عارفين يعني ايه الحياة والحياة الروحية. في مرة كنت بكلم حد من الشباب وبعد كده قاعد يقول لي انا تعبت، انا بكلم هوا زي سمع كلام العالم وردد نفس الكلام زي البغبغين، تعبت بكلم هوا، بكلم مش عارف ايه. قلت له طيب لما بيحصل وتيجي تتخانق مع ربنا كده وتقول له يا رب وريني نفسك، يقول لي انا عايز اشوف ربنا ده يتدخل ويعمل ويحل ويسوي. قلت له طب وبعدين؟ قال لي عايز اشوفه بايد كده زي ما العالم بيصوره. عارفين العالم بيصور الالهة ازاي؟ مش الله، مش ربنا بتاعنا. عارفين بيصورهم ازاي؟ قوي، ايوه، لو فيكم بتنزلوا في الاهرامات وفي الاثار الفرعونيه وتشوفوا الاثار بتاعه اليونانيين والرومان والكلام ده كله، ايه الالهه بتاعتهم؟ ماسكين اعدائهم معلقينهم من رجليهم، يا اما ماسكينهم من شعرهم، يا اما بيضربوهم بسيوف، يا اما بالحاجات دي. الاله بتاعنا بيعمل كده؟ الاله بتاعنا ده بيحترم حريتنا لدرجه ان هو مش هيغصب علينا ان احنا نعمل حاجه احنا مش عايزينها، مش هيغصب علينا ان احنا نيجي الكنيسه لو احنا مش عايزين، مش هيغصب علينا ان احنا نعيش معاه لو احنا مش عايزين معاه، مش عايزين نعيش معاه. عشان كده تلاقوا ان للاسف دي المشكله اللي احنا بنقع فيها كمسيحيين ولاد ربنا، ان احنا بنبص حوالينا كده ازاي الملحدين احسن مننا، ازاي اهل العالم وزي الناس اللي ما يعرفوش ربنا بينجحوا ويبقوا اغنياء وصحتهم احسن، ونقعد نبص ونحسد الشرير، نحسد الشرير ونحسد الانسان البعيد عن ربنا ونفتكر ان هي دي الحاجه الصح،
واحنا عايزين ان يبقى ومقياسنا هو الغنى، هو الصحة، هو العطايا بتاعت ربنا. احنا عايزين عطايا الله ولا نريد الله؟ فبنقعد نقول يا رب احنا تعبنا من الحاجات دي، انت ما بتردش علينا. المهم ارجع لكم للولد اللي كان بيقول لي انا ما بحسش ان ربنا بيرد. قلت له طب هقول لك حاجه، لما انت بتقعد تكلم ربنا، قال لي بحس ان انا بكلم نفسي، اسال واجاوب على نفسي. قلت له طب والاجابات اللي انت بتجاوب بيها على نفسك اجابات مقنعه ولا لا؟ قال لي اه. قلت له تفتكر لما انت اصلا مش مقتنع وتلاقي نفسك بتجاوب على نفسك برد مقنع، ده انت اللي بتجاوب على نفسك ولا ده صوت الله، روح الله اللي داخلك بيكلمك من خلال نفسك؟ مش مرات الواحد يقعد كده ويبقى قاعد تعبان قوي وزهقان قوي، قاعد يكلم ربنا ويتخانق معاه، وبعد كده يلاقي الرد بيجيله من نفسه، بيجيلك الرد من جواك كده. الرد اللي بيجيلك من جواك ده روح ربنا اللي جوانا بتشتغل فينا، اسم الله بيعمل جوانا. احنا الذي دعي علينا اسم المسيح. مهما كسرت معاصينا ومهما اخطأنا هناك رجاء، هناك رجاء. اللهم احنا حد فيكم سمع الاسبوع اللي فات لما التلاميذ قالوا علمنا يا رب كيف نصلي، كان ايه اخر الصلاة الربانية؟ وابانا الذي بتقول ايه؟ ابانا الذي، ايوه، لكن هنزعل من بعض، ها ما فيش، وهنا في اخر حاجه، اخر حاجه في الصلاه الربانيه هي ايه؟ لكن نجينا من الشرير. في حاجه بعدها؟ متاكدين؟ طب ما تفتحوا في الانجيل كده وتشوفوا، بسيطه، افتحوا، انا افتحها لكم بلاش، اهي مش موجوده في الانجيل صح؟ موجودة ولا مش موجودة؟ مش موجودة صح؟ برافو عليكم. الكنيسة أضافتها، برافو عليك. طب والكنيسة أضافتها ليه؟ لأن المسيح كان وعده صادق وأمين. شوف عشان تعرفوا الكنيسة بتاعتنا فاهمة، ادخلوا في أي كنيسة تانية، صلوا مع أي حد تاني، لو عندكم ولادكم مثلا بيحضروا كنائس كاثوليك أو كنائس إنجلية أو كده، هل تلاقوهم في آخر الصلاة الربانية هل بيقولوا بالمسيح يسوع ربنا؟ مين الكنيسة الوحيدة اللي بتقولها؟ إحنا، عشان إحنا فاهمين، عشان إحنا مؤمنين، عشان إحنا مصدقين بوعد المسيح اللي راح قال إيه؟ إن كل ما تطلبونه من الآب باسمي في الصلاة مؤمنون تنالونه. فراحت الكنيسة قالت يا كل حاجة بنطلبها باسم المسيح ننالها؟ أيوه. طب حلو، عشان كده راحت حطت لينا في آخر صلاة أبانا الذي بالمسيح يسوع ربنا، لأن بالمسيح يسوع ده مين؟ اسمه. فاحنا بنطلب الطلبات اللي فوق دي كلها باسمه. طب يعني لو طلبت النهاردة عربية باسمه هتجيلي؟ الطلب اللي انا بنطلبه من ربنا هو الطلب اللي يعطيني خلاص، الطلب النافع ليا. لان برضو في ناس تقول ما احنا بنطلب كتير من ربنا وما بيسمع لناش. ابانا الذي، حد فيكم فكر في طلبات ابانا الذي قبل كده؟ وحد فيكم حاول يربطها بتعليم المسيح والامثال بتاعته؟ لكم حاجة في إنجيل لوقا إصحاح 10، جال واحد من الفريسيين اللي هو الجزء الثاني بعد ما بعت وقال لهم ما تفرحوش بإن الشياطين تخضع لكم، وإذا ناموسي قام ليجربه، وراح سأله سؤال، قال له هي السؤال ده ممكن هو يعني الناموسي والكاتب سألوا نفس السؤال، لأن ده كان جزء مقلق جدا لليهود. اليهود كان عندهم قلق. عارفين حد يعرف العدد الوصايا في الانجيل كام؟ حد فيكم راح القدس هنا؟ ده فيكم راح؟ طب ربنا يفتحها لكم وتروحوا باذن الله.
أرأيت لما تروحوا كده وتدخلوا القدس هتلاقوا بقى اليهود المتدينين قوي بقى الأرثوذكس المتدينين يلبسوا أبيض كده ولبسين بشرشيب كده كتيرة قوي وعاملين شعرهم أيوة بالظبط. عارفين الحكاية دي ليه؟ سألنا قالك علشان يفتكروا الوصايا. طيب هي الوصايا عددها كام؟ قالك أصل فيه 613 وصية. الغريب إن كان عندنا في خروج 20 كان عدد الوصايا كام؟ 10 بس ده اللي احنا عارفينهم. اليهود طلعوا منهم لأن حسبوا كل أمر ربنا بيدهنهم أخدوك وصية. أنا هو الرب إلهك دي اعتبروها برضو وصية. فوصلت عدد الوصايا 613 عندهم. هيقعدوا يحفظوا 613 دول ازاي؟ حاجة كبيرة جدا. وابتدوا ينزلوا في الوصايا بقت 10 بعد كده. المسيح لما راحوا كان عندهم طب ايه هي الوصية العظمى في الناموس؟ أني واحدة من 613 اللي عملها علشان أرس الحياة الأبدية وعشان يبقى ليا نصيب في الملكوت؟ فكانت قلق بالنسبة لهم. فراح سألوا الفريسي قام ليجربه. قال له هي ايه الوصية العظمى في الناموس؟ تفتكر المسيح رد عليه؟ قال له انت بتقرا زي انت لو هتعلم ايه؟ قال له الرب الهك تحب الرب اله اسمع اسرائيل تحب الرب الهك من كل قلبك من كل فكرك من كل قدرتك وتحب قريبك مثل نفسك. قال له طب ما انت هو كويس اهو حافظ كويس اعمل كده. قال له من هو قريبي؟ فراح المسيح راح اداله ايه؟ مثل مين؟ السامري الصالح. انتوا عارفين في اخرها راح عمل ايه؟ المسيح راح سأل الفريسي سؤال قال له تفتكر مين اللي كان فيهم اقرب الكاهن ولا اللاوي ولا الفريسي الذي وقع بين اللصوص؟ كان رد الفريسي ايه؟ سوري انا قلت لكم الفريسي السامري قال له ايه؟ يعني مستكتر يقول عليه ايه؟ مستكتر يذكر اسم كلمة رسامري دي دشتين. المسيح راح عمل حاجة حلوة قال له طب خلاص ابقى خليك زيه واعمل زيه انت كمان اعمل زيه اعمل زي الفريسي اعمل زي السامري اللي مش عاجبك ده. اوكي فالوصايا كلها اتلخصت في وصيتين تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل فكرك من كل قدرتك وتحب قريبك مثل نفسك. تعالوا بصوا أبانا الذي تطبيق عملي عشان كده اللي يصلي أبانا الذي فعلا بالقلب ويعيش صلاة أبانا الذي دي بيحيى باسم المسيح فعلا وبينفذ وصايا المسيح فعلا. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ده حاجة ليا ولا حاجة المجد ربنا؟ ليأتي ملكوتك حاجة ليا أنا ولا المجد ربنا؟ بحب ربنا ولا بحب مجده؟ بحب إن هو يبقى يتمجد في حياتي. ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. يبقى كده الطلبات اللي احنا طلبناها دي كلها بتاعت أني وصية تحب الرب إلهك. اللي يحب ربنا فعلا عايز يحس إن هو عايش في ملكوت الله ومجد ربنا وملكوته يبقى هنا في الأرض. وبعد كده خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا. ما قالش خبزي قال خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا كما نغفر نحن أيضا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا. كلها طلبات لما هو بيعلمهم مش الإنسان ما يبصش لنفسه يبص للكل. يبقى دي ترتبط بأني وصية تحب الرب تحب قريبك مثل نفسك. عشان كده المسيح لما راح وتسأل في مرة لما بيقول لهم الرد ده لهم الوصية الأولى هي تحب اسمع إسرائيل تحب الرب إلهك والثانية مثلها. الثانية مثلها ازاي؟ يعني الثانية هي درجتها مع بعض. ما تقدرش تحب ربنا من غير ما تحب القريب ما تقدرش تحب القريب من غير ما تحب ربنا على فكرة. علشان كده المسيح لما راح ادانا الوصية دي وادانا الصلاة دي والكنيسة راحت ختمتها في الآخر باسمه القدوس مؤمنة إيمان تام بكل وصية ادهنا المسيح بكل كلمة موجودة في الإنجيل بأن اسم الرب هو الاسم اللي بيخلصنا. اسم الرب ده يخرج شياطين الشياطين تخضع لنا باسمك
كنت بقول لهم الاسبوع اللي فات بقول لهم اللي فيكم يتفرج على حد زي ابونا مكاري او اللي هم الاباء اللي بيخرجوا شياطين وبيعملوا الحاجات دي كلها هيجي يقول له ايه انا بقول لك اطلع منه ولا بيقول له باسم يسوع امرك انك تطلع منه. الشيطان يسمع كلمه اسم يسوع دي يجي. اللي فيكم يعرف البابا كيرلس السادس كان يحمل الرب يسوع في داخله. قصة بيحكيها أبونا رفائيل أفامينا يمكن كلكم تكونوا عارفينها أو سمعتوها قبل كده. يقول في مرة كان البابا كيرلس ماشي وبعد كده جاي ومسك الصليب معاه وراح شايل الشال بتاعه كده فراح ماسك الشال وبيزقه كده لورا. عارفين لما واحد يبقى عنده شال ويجي ومزقه كده عشان يغطي نفسه وهو بيزق الشال لقى واحد وراه بيصرخ ماسك صليب وشال وراح بيعمل كده لقى واحد وراه بيصرخ عليه الشيطان ما استحملش انه يشوف صورة المسيح ما استحملش انه هو يشوف اسم المسيح واحد شايل المسيح حامل المسيح. فنفس ابونا رفائيل افامينا ده اكيد تكونوا سمعتوا القصة بتاعت القصة برضو زي بيحكي على البابا كيرلس لما كان في مرة في ليلة ثانوية عامة وكان تعبان جداً وقاعد والطلبة كلهم عايزين يدخلوا ويسلموا عليه فقال لي يا ابني دول مش هنقدر مش هيمشوا غير لما يسلموا أنا تعبان مش هقدر أسلم عليهم. قال إيه هدخل وحط الكرسي في الهيكل وخليهم الولاد يدخلوا يبوسوا الصليب ويمشوا على طول والبنات لما نخلص نطلع لهم ونحط الكرسي برا وأنا قاعد يجوا يسلموا ويمشوا على طول واحد ورا التاني. ماسك الصليب وقاعد وراح نام. ده كلام أبونا رفائيل بيقول هو أو يبان عليه إنه نام وجاي ولد وجاي يبص الصليب اول ما مسك الصليب بقى قاعد يصرخ وبتاع وراح قام قايم له البابا كيرلس قال له يا ابني خلاص انت اطلع بره انت وراح قام نادي واحد من اللي جنبه قال له تعالى يا ابني خده ده اخوه انت اخوه طلع انتوا مسيحيين هم كانوا مش مسيحيين. راجل نايم واحد نايم الشيطان يخاف منه ليه؟ علشان على شفتيه اسم المسيح. المتنيح الأنبا كيرلس مطران ميلانو يقول إيه؟ يقول في قول للأباء كده يقول طوبى لمن نام واسمك القدوس على شفتيه الشياطين تهرب من الاقتراب إليه لا تجد فيه مدخلا ولا مخرجا. اسم الرب ده سيوس. اسم الرب ده يحصنك. اسم الرب ده يحميك. اسم الرب ده يغفر لك خطاياك. يجعل ربنا كده يجي يبص عليك يلاقي فيك شايل اسمه اسم ابنه صورة ابنه. عرفتوا انتوا حلوين ازاي وقد ايه صورة ربنا وجمال ربنا. انتوا هنا رسل مش رسل سفراء المسيح زي ما قال بولس الرسول. اخر حاجه اقولها لكم بقى عشان ما خلاص وجعت دماغكم كده لما احنا بنبقى قاعدين عارفين احيانا في الصينيه واحنا بنصلي القداس فالواحد مرات بيبقى جاي وهو بيصلي في طلبات كده بنصليها سرا في مره وقاعد ببص كده كانت القربانه صغيره شويه فالواحد شاف صورته في الصينيه جنب الجسد. قلت له يا رب ايه ده ايه الجمال ده يعني انت يا رب بتشوف فينا صورتك زي ما احنا شايفين صورتنا جنبك كده احنا انت جوانا للدرجات دي زي ما احنا جواك. ايوه دي حقيقة. الآية اللي هتلاقوها عندكم هنا انتوا حاطين من يأكل جسد ام انا في جسد رحمة. احنا عندنا في الهيكل في ايات بيحطوها مكتوب ان من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه يبقى انا جواه وهو جوايا. تعالوا لربنا اقتربوا اليه الجأوا اليه الجأوا الى اسمه. انا بتكلم كتير اخر قصه في مره ممكن تكونوا قريتوها قبل كده القصه دي يقولوا كان في واحد جاي رايح لاب شيخ كبير في البريه فقال له انا عايز اعرف ازاي اطلب ربنا واسعى في طلب ربنا. مش فاكر
لكن راح يظهر قال له حاجة فراح ورجع له تاني قال له تعالى بقى أنا أعلمك حاجة، وراح قام جايب له كده حاجة زي جرد المية وراح قام جايبه وحطت راسه جواه، وراح الشيخ حطت راس الأخ الطالب الرهبانة ده أو اللي هو المبتدئ ده وحطه جواه كده، فضل حط جواه كل ما التاني فلفص عايز يطلع يدوس عليه يدوس عليه يدوس عليه شوية، وراح قام سحب راسه. فطبعا أول حاجة هيعملها يعمل إيه؟ عايز يتنفس، وده زي الفنتليتورز اللي الناس بتطلبها عايز يتنفس. اوكي قال له عايز تشوف ربنا تطلبه وتجري وراه زي ما انت محتاج الهوا ده بالظبط، تحس باحتياجك ليه زي ما انت محتاج الهوا. احنا في احيان ما بنحتاجش ربنا علشان كده بنهرب منه، ربنا يدينا ان احنا نطلبه ونجد ونراه ونبقى صورته دايما لإلهنا المجد دايما للأبد. أشكر محبة ربنا اللي سمح لنا نقعد في بيته ونسمع الكلمات الحلوة دي، الروح القدس على فم أبونا الحبيب أبونا أرسانيوس، ونقول له دائما تذكرنا كلنا في صلواتك، وربنا عوضك على محبتك وتعبك، وهو مضطر يستأذن عشان بس عنده معيد، فنبتدي التمجيد إن شاء الله. Oh, it's all.
أحسن من فيه في وحدانية لا ينطق بمثلها حبلت وولدت بغير مضاضعة ابن العلي الكريم الذاتي بصلواتها وشفاعتها افتح لنا يا ربي باب الكنيسة للبخور الذي طلعت وأظهرت من أصل رؤساء الآباء والأنبياء مثل عصا هارون الكاهن التي أظهرت وأوصق الثمرات لهذا نمجدك يا والدة الإله اسألي ابنك ليغفر لنا بوردتي ارني حينان انتك ارني ثمنان انتك ارني كان النوبنان قلدك بسيف النغمة وملك حكمة ورحمة وأطلبك النعمة بالقيامة والزعمة لك الله قدرة وعطاك سيفا من بر ووهبك عزم ونصرة صاحب صنوة ومنبر صارت صنع طائل من أعلى مرتبته أسكنت وطن الويل وإلى الأرض طرحته جعلت جحيم مثوى وعسى كروب قدامه وطعام النار جوا ولكم أجرامه ياست ومرتبته عسى كرك ملكه
بعدما هزمته ضربت أجزالها الشياطين يصيرون من اسمك فزعي حين قل يا ميخائيل يولون منكسرين سلام عليك دائما يا مدبر كل الجهات يا ولي سر النعمة يا رئيس كل الطغمات السلام للجميع خائل يا من بشفاك قد أغنيت المسكين الراجي طلبتك جامع كل عظامي تصيح النهر والليل وأنا بكل أيامي أقول يا ميخائيل السلام للجميع يا صاحب الصيت الفاخر يا معظم بالتهجير ذو العجب الباهر السلام لك يا ميخائيل يا هون المساكين يا قوة لكل أزل يا شافع في مخلوقين سلام لك يا ميخائيل صانع كل عجائب في الشعوب المسيحيين مانع كل مصائب سلام لك يا ميخائيل يا شافع في المخلوقات الطالب عن مياه النيل والزرعات والثمرات تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين الكل يقولون يا إله الملك مخير أعنا أجمعين Yeah.
الطائر العلو بهذه التسبيحة اذكرنا قدام الرب ليغفر لنا خطايانا المرضى اشفيهم والذين رقدوا يا رب نريحهم اخواتنا الذين في كل شدة يا رب اعنا واياهم كل حين تسبحته دائما في أفواهنا جيفز مرعوت جيفيوت جيفر شيري نمبت نو مائس قوة دترية ستجي كيفو تنقوش تلمو سنتي قونا جيني أليسون جيني أليسون جيني أليسون يا رب اسمعنا يا رب ارحمنا يا رب باركنا اجعلنا يا رب مستعقين لديك بزالة البنين يا أبان الذي في السماوات كم بخريستوس إيسوس بن شويس تسكي فراتمون تكريو كلناتي إبروس خمين سيمي تابو أمين أرني باسي أيها السيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الآب الذي قد تقربت خطايانا من قبل الألام المخلص المحيي الذي نفخ في وجوه تلاميذ القديسين ورسل أطهار وقال لهم اقبلوا الروح القدس من غفرتم لها غطاهم غفرت وأمسكتم لها أمسكت أنت الآن يا سيدنا من قبل رسلك الأطهار أنعمت يا رب على الذين يعملون في كونت في كل زمان في كنيستك المقدسة أن يغفروا الخطايا على الأرض ويربطوا حلو كروباطة الظلم أن يا سيدنا تصوم مطلحك يا محب البشر يا رب عن عبيدك أبائي وإخوتي وضعفي هؤلاء منحن بورس أمام مجدك المقدس يا رب ارزقنا رحمتك اقطع يا رب كل قربة خطايانا إن كنا يا رب قد أخطأنا لك بشيء بعيد منا بغير علم أو بجزاء القلب سواء كان بالفعل أو بالقول أو بصغر القلب فأنت أيها السيد العار بضعف البشر كصالح محمي البشر اللهم يا رب إنما علينا غفران خطايانا يا رب باركنا طهرنا وحالنا وحال لسائر شعبك إملنا وخوفك قومنا إلى ربك الصالح المقدس أنت إلهنا إليك بكل مجد والإكرام والعز والسجود إليك بكم على الروح الآن وكل أوان الدهر الدهر كلها أمين كيرياف لونجي سونامين إزمويروي سيما تانيا كوني فولكم بإزمو يطراف الله علينا لبارك نسروج علينا يا رب خلص شعبك بارك مراسك ارحم وارفعهم ارفع يا رب شأن المسيح بكل زمان بشارة صليبك المحيي بصلاة رفعنا كل هنوات إله القديسة الطاهرة مرة بشفاعة رئيس جند السماء الملك مخيل وطغمات السمائيين كل الذين أبردوك بأعمالهم الصالحة من زي آدم الأخر الدهور بكشتد العظيم مريجي للسيلة العظيم مريمين وشهيد مرقورسة بالسفين وشهيد الفتى أبن وشهيد مرينة ست العفيفة دميانة بركة وشفاعة ملك هذا اليوم المبارك وشفاعة أمنا العذراء الطاهرة أولا وآخرا بركتهم محبتهم معونتهم هبتهم فلتكن معنا من بخريستوس بنوتي آمين أساشوبين إبقور أنت تهيرين من أن انتكرين سمنا أن انتكرين كان النوفين نيفول جيسوك تاتي قوم نمبئون نمبزمون بأمايشان آمين اجعلنا يا أبونا السماء مستحقين
أن أدعوك قائلنا بشكر يا أبانا الذي في السماوات. يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين. ولا محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا ولهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة وعطيته وهبر ترقص فلتكن مع جميعكم، من أراد أن يمضي فليمضي. السلام، سلام ربكم مع جميعكم، تصلوا كلكم جميعا، وبركة الملائكة تكون معكم ومع بيوتكم كلكم، أمين. نشكر ربنا القداس حيبتدي دلوقتي، خلص قلبه الساعة 11:30 تقريبا، وبكرة القداس كالمعتاد من الساعة 9 إن شاء الله لغاية 11:30. كل سنة طيبين جميعا إن شاء الله، يا رب يحافظ عليكم.
ما انا عارف هيشتغل من اسبوك لما تكتب الفاتوره ما قدر احفظها طبعا كثر هي صعبه. Thank you.